حبيت تعلق سي. لا حبيت نعلق معناتها ثم واقع يلزمنا نتكلموا عليه. إذا أنت رئيس جامعة وأنت المسؤول الأول على كرة القدم الوطنية ومسؤول على البطولة التونسية وما عندك حتى لاعب يلعب في الفريق الوطني، تهز حوايجك وتمشي. هذه الحاجة الأولى. ساعة الحاجة الثانية اللي مهمة جدا، اللاعبين يلعبوا في البطولة تشوفوهم راهو سيفريك البطولة متاعنا مش خارق العادة، لكن على المستوى الفردي ثم بلوجو برشا لاعبين تريز انتريسون يا سامي. اما في المنتخب فهم برشا لاعبين خرجوا من بطولة التونسية. لا نكمل لك ثم لاعب نحكيه طوع على الوضعية ونحكيه على القائمات الاخيرة كل والتندانس الاعوام الاخيرة. عندك انت اللاعبين، شوف اللاعب اللي يعرف روحه في الفريق نتاعه ولا في الفريق الوطني، يعرف روحه مهما يعمل ومهما يخدم في الانترينمون ومهما يبرز في الفريق نتاعه، وحتى في حالة ما إذا يزول الفريق الوطني يعرف روحه مش باش يلعب تيتولير ومش باش ياخذ الفرصة نتاعه، ويعرف أن لاعبين أخرين في صعوبة في الفرق نتاعهم يلعبوا في روبا، في صعوبة في الفرق نتاعهم، في صعوبة في فرق متوسطة وأقل من المتوسط بكثير. هذوكم مهما كان الحال اللاعبين هذوكم يلعبوا ما عادش ثم اون موتيفاسيون. وانت وقت تهزني ليكيب ناسيونال ونشوف انا المساكني ما يلعبش في الجمعيه نتاعو، نعطيك اكزامبل ما يلعبش في الجمعيه نتاعو ولا الاخر ما يلعبش في الجمعيه نتاعو ولا الاخر عنده ترقداش ما يلعبش في الجمعيه نتاعو، وانا نلعب اساسي في الفريق نتاعي وبارز في الفريق نتاعي وما عندي حتى ادنى شانس مش نلعب في الفريق الوطني، دونك ثم سيتوياسيون اللي تخلقت. وهذوما اللاعبين اللي تشوف فيهم، هذوما اللاعبين اللي تشوف فيهم هذوما راهو كي تشوف القائمه تنجم تعيط لهم تنجم تعيط لهمش. شنو الاضافه؟ اعطيني اللاعبين هذوما اللي موجودين هذوما في القائمه هذوما اسلام، شنو هي الاضافه اللي عطاوها الفريق الوطني؟ نحيهم كل الجمهور بالاسم بالاسم اعطيك بالاسم بالاسم شنو الاضافه الحقيقيه اللي جابوها للفريق الوطني؟ ونذكرك انا بحاجه، العشرة في الأكثر من العشرة سنوات أخيرة ما بين قار ومار 11 ولا 12 سيليكسيونور ناسيونو، 11 ولا 12 سيليكسيونور ناسيونو في العشرة سنين الأخرانيين هذوما، أحسن نتيجة متاعنا ترشح إلى كأس العالم أكل الفوز اليتيم هذاك إلى كاتريام بلاس في العشرة سنين الأخرانيين هذوما، تروج جوز أولمبيك ما مشينا لهمش. وقت نتكلموا على فريق وطني بالله انساو، نحن الدوزيام في معناتها في اون افريك في الفيفا 24 و23 ولا 12 ولا واحد. شنية الحصيلة متاع كرة القدم التونسية وشنية الحصيلة متاع الفريق الوطني التونسي في العشرة سنوات الأخيرة؟ أنا وقت نتكلم أنا كصحافي، أنا مانيش رئيس جامعة ولا مدرب، نقول الفريق هذايا كان يخرج من المجموعة متاعه باهي وكان يمشي لكأس العالم باهي، وإلا كان يمشي لكأس العالم باهي وباستا، ما نجموش نقولوا حاجة أخرى. نو نافون با دو ريفيرونس، لأن هزين كوب دافريك، لأن مشينا الفينال كوب دافريك، لمشينا الجوز أولمبيك، لمشينا معناتها الكأس العالم معناتها وبرزنا فيها. يلزمنا نرجعوا نتكلموا على الواقع. الواقع هذه هي القائمة، القائمة هذه اللي انترشانجابل. صدقني في البطولة التونسية ولا في البطولات الأوروبية نجم القائمة هذه نجم هذوما كل نقولهم يروحوا نجيب قائمة أخرى. ما عندك قائمة أخرى بخلاف هذوما؟ نجم نجيب القائمة أخرى، نجيب القائمة أخرى اللي ضاهي خير من هذوما؟ على الأقل كيفهم. شنو الإضافة اللي عملوها هذيا؟ شنية أعطيني شنية يا سامي يا سامي لا نحبك تقول كلام أعطي بدك كلام معقول باش نحي معناها. لا نحن كان جينا ولا كان جا هذا الديبا إذا كان هذم ما عملوش الآخرين باش يعملوا لا كان جا هذا الديبا نتاعنا شنو اللي عملوا هذم شنو اللي عملوا هذوما؟ مشينا لكأس العالم، ما نحبش نحكي مرة أخرى، ما نحبش نحكي على مباراة غينيا في غينيا. مشاو لكأس العالم نعرفوا الأداء ونعرفوا النتيجة، مشاو لكأس أفريقيا نعرفوا الأداء والنتيجة. هذه سو ني با ان بيي كي يا معناتها مش ايكيب ناسيونال عندها دي تروفي، وشكون هذوما؟ شنو هو التيتر اللي يهزوا فيهم في الجمعيات نتاعهم؟ هذا ما عندنا لا 90 اذا كان 90% احسن ما عندنا اليوم مستوى غير متوسط تحت المتوسط. يلزمنا نقولوا هذا، وهذايا نشوفوا فيه في الميدان. نمشي لك اكثر من هذا، فريق الوطني
منجي بن ابراهيم واسلام. الفريق الوطني نتاعنا وقت يلعب مباراه مش وديه يلعب مباراه رسميه يدخلوا الناس بلاش والناس ما يجيوش. اسلام معناتها ماتش اوفيسيال ما يمشيوش يا اخي. الناس هذوما كل التوانسه اللي مهبله نتاع كوره شنو اخي ما يعرفوش. Il ne s'identifie pas à cette équipe, le lab nta'ha, l'aqliya, يعرف شنو اللي صاير داخل الفريق الوطني. يعرف اللاعب ثم لاعبين مهما كانت الظروف مش يلعبوا تيتولير. دونك الاشياء هذوما كل الاشياء هذوما كل يخلينا الفريق الوطني بالنسبه لي انا نقطه استفهام كبيره. تعرف انت شنو باش يكون المردود نتاعو اليوم؟ مثما ان ستاندينغ وان نيفو يقول لك باه حتى تربح ولا ما تربحش. لكن يا با جو يا با ديدونتيتي دو جو يا با معناتها ما ثماش دي بوان دو روبير. يلزمك دي بوان دو روبير، يلزمك ان غارديان، يلزمك ان اكس سنترال، يلزمك ان منور دو جو، يلزمك ان بوتور. هذا كل مش موجود. تحب تقولوا سامي وديما وينتقد واحد كل، انا نتكلم معناتها ابارتير دو واقع. الواقع نتاعنا هو هذا. انا ريت في الملاعبيه هذه توريهم لي كل، ثم حتى لاعب يعجبني وثم حتى لاعب يقنعني. قبل وقت كانوا ليكيب ناسيونال ثم ثلاثة أربعة جوارات فيهم جدال، لكن الاخرين كل مقتنعين بهم. هذا مانيش مقتنعين بلاعب بهم، حتى لاعب اليوم في الفريق الوطني معطى إضافة حقيقية للفريق الوطني. تكلمني على الصخيري، تكلمني على إضافة. وقت نتكلم على إضافة حقيقية ما ثماش إضافة حقيقية. يا با جو ما ثماش لاعب، ما ثماش فريق. هذايا هو الرأي نتاعي. أنت جبتني هنا باش نقول الرأي نتاعي. هذايا هو الرأي نتاعي. هذايا سيقولوا بفرنساوية سي لا بوتايا لو. يا ما رأي متشائم كالعادة. مش رأي متشائم، هذا رأي بناء على الواقع. أنا قلت لك شنيا النتائج نتاعنا العشر سنين الأخرانيين. أعطيتك شنيا النتائج نتاعنا. باهي سي المنجي، كيف كما متأمل في القائمة كيف كما ثلاثة أظهر يمين ثلاثة أظهر يسار، فمهاجم وحيد اللي هو مهاجم سيف الدين الجزيري اليوم في المنتخب. إذا كان عندك اون ستابيليتي ديفونسيف وتنجم عندك مهاجم في تونس وينجم كي بو فير لا ديفيرونس، شو اونتيرمون داكور. اليوم ما عندكش ستابيليتي ديفونسيف. راهو اليوم راهو كي تشوف فرق العالم الكل يبني لك فريق على الدفاع. أنا قلتها المرة الأخرى وقت اللي تنحى فان دايك ليفربول باش تعدى بظروف صعبة، وشفنا ليفربول اليوم رجع فان دايك. ليفربول قرروا باش ما ياخذوا حتى انتداب آخر، باش يلعبوا بالفريق اللي لعب السنة الفارطة مع فان دايك. معناها يوريك اللي اليوم راهي المشكلة معناها الكبيرة اليوم سي أو نيفو دو لا كومبليمونتاريتي. نعاودها راهو مهم برشا اليوم، حتى القطيعة اللي صارت كما قال سامي على بارابور على الجمهور والفريق الوطني التونسي سي تيرميني. قبل كانت حصة تدريبية تلقى فيها برشا جماهير، واليوم المشكلة الكبيرة سي كو لو دوت الناس اللي باش تتفرج في المباراة تحب ولا تكره يفو ريغلي دي كونت بارابور على جولات كل واحد ومحب نتاع الفريق نتاعو، نتاع الترجي، نتاع النجم الاسرائيلي، نتاع النادي الصفاقسي، علاش جبت فلان وفلتان. انا جو سو با داكور 100% مع سامي، مي 50% دي جوار الموجودين في ليكيب ناسيونال في القائمه هذه نو ميريت با ليكيب ناسيونال. فو اتر اونيت، اليوم يفو دو تان باش نعملوا حاجه اون استراتيجي باش الملاعب التونسي نتبعوه كوم يفو، لان راهو اتر اونترينور دون ايكيب اي اتر اونترينور دون ايكيب ناسيونال سي با باري. المشكله الكبيره 50% كي قلت لك اعطيني شكون نعوضهم، اعطيني كان لاعب. لا هذاك اللي نقول لك تعطيني الحصه الاخرى تنجيب لك الليسته نتاع جورات ونعملوا حاجه اخرى. أو نعملوها قدام الناس اون ديريكت. أنت بيدك مع سامي عندك لستة مخير. نعملو لا بتتر أون فا إتر لوان دو لوتر. سامحني قلت لك إلسون أنتر شونجابل. خويا إسلام سي لا فيريتي دو تيران. أو نعملو حاجة أخرى أون في أون سيليكسيون تونسية ونلعب ضد السيليكسيون هذايا وتشوف الماتش هاو قدام الناس وسي أن ديفي كو جو لو دون جو لو في. حاجة أخرى ثم برشا ناس خويا إسلام كي تسمعهم يتكلموا تقول باش يهزوا كاس العالم. راهو لي بارول سي ريان دو تو سي لي زاكت كيلفو. احنا سي لي زاكت شنو هو؟ سي لا فيريتي دو تيران. اليوم الناس تتكلم يا ريان كي سو في حتى او نيفو بوليتيك نتكلموا 80% دي بروميس كي ايتي دوني نون با ايتي ريسبكتي. دونك اليوم الاشكال سي كو لا كومونيكاسيون دوات اتر ميور لا لي كونفوكاسيون دو جوار. سي تعرف المدربين نتاع العالم اجمع شو نقول لك حاجه اخويا سامي.
البارح قريت الانترفيو نتاع كوبر هكتور كوبر نتاع كونغو يلعبوا مناجد فريق تنزانيا ولا شكون فريق واحد واحد كملوا كملوا واحد قال لهم nous allons prouver que nous sommes supérieurs اقسم بالله العظيم وحدي في الدار نقرا في الجريده قلت هذا يبا بار دي فريمون سي با اون كومونيكاسيون وعمل واحد واحد على دوميسيل الكونغو دونك اليوم لا فيريتي دو تيران سي اوتر شوز اليوم لا كومونيكاسيون سي لي جوار كي فون لونترينور سي با لو كونترير اليوم اذا كان تعرف كيفاش تعدي الرساله للجوارات ما تخافش اليوم المردود اللي قاعدين نشوفوا فيه نجم تعدي رساله للاعبين نتاعك وانت محكوم فيك إيه؟ وانت القائمه يعملها معاك يعملها معاك رئيس الجامعه وانت التشكيل الاساسي يعملها معاك رئيس الجامعه وانت في الميتا وقت تدخل تقعد تقعد في كوان في الفستير ورئيس الجامعه يتكلم يا ولدي يا ولدي قولوا الحق يا ولدي يا ولدي قولوا الحق سامي سامي تعرفني انا وتعرفني بالكدا بالكدا وتعرفني الحمد لله لانتيري دو بيي ولانتيري دو فوتبول افون توت اوتر بيرسون ثم اشياء اللي انا ما نعرفهمش ما نحكيهمش انت تعرفهم تتحمل المسؤوليه وتحكي عليهم انا نحكي على التيران اليوم اذا كان ونعاودها وينهم لي اسيستون تاع سي منظر كبير انا نقول تو سامبلومون لي اليوم راهو اذا كان نتكلموا هكا سي بور لانتيري دو ليكيب ناسيونال تونيزيان اليوم اذا كان ما نعملوش نتيجه ايجابيه اليوم avec la manière on risque d'avoir des soucis لان اليوم عندك موريتانيا وموريتانيا تلعب ضد زامبيا وموريتاني دونك واحنا من بعد عندنا زامبيا الاكستيريور باهي شنو ما عادش عندنا برشا وقت شنو تتوقع في دقيقه دقيقه ودقيقه لسامي شنو تتوقع المقابله اليوم اذا كان نعرفوا احنا كيف نتعاملوا مع المباراه او ديبي دو ماتش بور سوربروندر لادفيرسير بهدف باش نخرجوا الادفيرسير التكتيك نتاعو تتبدل وتولي عندنا فرص اخرى باش نسجلوا اذا كان ما سجلوش راهو اون ريسك دافوار دي بروبليم انورم او نيفو دو لا جيستيون نتاع المباراه. سامي شو تتوقع الماتش اليوم؟ في الميكرو لا لا اي انا نرفض مش نتكلم على مجموعه معناتها كومبيتيسيون فيها مجموعه ومازالت واحد كل نرفض باش نتكلم على مباراه انا نحب نشوف اللاعب نحب نشوف اللاعب وبعد نحكم على الفريق هذايا وانا نحكم على لوبجيكتيف فينال لوبجيكتيف فينال انه الفريق نتاعنا يكون قوي وانه الفريق نتاعنا يخرج من المجموعه هذيا وانه الفريق هذايا يمشي لكاس العالم وانه معناتها انفان في الاخير نخرجوا من العقده نتاع البريمي تور نخرجوا من العقده نتاع البريمي تور ما تنجمش انا لا يلزمني نحكم جلوبالمون انا نحب نحكم جلوبالمون نجموا غدوه نجيو في نفس المكان نتكلموا على المباراة هذه لكن المباراة هذه مربوطة بمباريات أخرى ومربوطة بترشح وسي بوسيبل في معناتها مجموعة يقولوا معناتها في معناتها ألابورتي نخرجوا الأولانيين وبعد نترشحوا واحد الكل ما نجمش نتكلم لكن أنا وقلتها أنت ونعاودها أنا لست متفائل بهذا الفريق ولست متفائل بالطريقة اللي معناتها جيستيون تكنيك اي اومان نتاع الفريق هذايا.